السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك أعاد أحياء صفقة القرن من جديد. مهيب عبد الهادي يعلن مفاجأة من العيار الثقيل في قرب إتمام هذه الصفقة بقيادة المستشار مرتضى منصور. تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن سوق انتقالات نادي الزمالك وأبرز الصفقات التي يسعى الأبيض لإتمامها، وفجر مفاجأة أثناء حلقة برنامجه اللعيب على فضائيات بخصوص هذا الشأن. عبد الله السعيد من جديد. أكد مهيب توصل اللاعب عبد الله السعيد إلى اتفاق مكتمل مع نادي الزمالك لمدة موسمين على أن يتقاضى اللاعب خلال السنتين 40 مليون جنيه بواقع 20 مليون في الموسم الواحد. كما أوضح مهيب أن ملف المفاوضات مع بيراميدز يتولاه بصفة شخصية المستشار مرتضى منصور بنفسه مع سالم الشامي مالك نادي بيراميدز الذي يجمعه به علاقة ودية قوية. واختتم مهيب حديثه عن إتمام الزمالك التعاقد مع نبيل عماد دونجا، كما نشرنا تقارير إعلامية منذ قليل أكدت نفس الأمر.